طيب اهلا بيكو في فيديوهاتنا المستمرة ان شاء الله في المكان ده. خلاص بقى المكان ده بقى هو المكان الاساسي. وبقول لك ايه، فكك من الناس اللي تقعد تقول لي بقى المكان التاني كان هادي وسيمبل. فيه في سيمبل اكتر من كده، جايب لك شوية تلج وهنا في بتاع خشب وحطب وجو مشيت، مفيش اهدى من كده. ما علينا، ايا كان، انا عاوزك بس تركز عشان هتبسط الفترة دي ان شاء الله. الفترة الجاية دي كلها افكار مختلفة، واولهم الفيديو بتاع النهاردة. الفيديو بتاع النهارده خلاص بقى، احنا عمال نشوف الريفيوز وعمال نشوف موبايلات، عاوزين بقى حاجه نشتريها للموبايلات بتاعتنا دي. انا افكر في الموضوع ده دايما. الحاجات اللي معايا النهارده هي حاجات مهمه جدا لاي حد مهتم بالتصوير بالموبايل. طب خلينا نخش في الموضوع على طول، واقول لكم ان ده واحد من اهم الحاجات اللي انا استخدمتها الفتره اللي فاتت. بص يا سيدي، الاختراع ده بكل بساطه زي ما انتم شايفين كده حجمه قد ايه، ممكن تحطه في جيبك عادي جدا، تحطه في الشنطه، في سوسته صغيره في الشنطه، حاجه ما فيش اخف من كده. عشان بشوف ناس بتعاني قوي من الحوار ده. انت دلوقتي محتاج حاجه تثبت عليها الموبايل بتاعك، بس طبعا معظم الاستندات اللي بنشوفها ومش عارف ايه الكلام ده بيبقى تعبان قوي تحط عليه الموبايل يروح. بكل بساطه ده عباره عن استند صغير الموبايل بكواليتي فخمة، معدن متين جدا جدا، علشان يستحمل تقل الموبايل عليه، وعشان يستحمل عموما معاك وانت خلاص هتبهدله بقى، تقعد تحط عليه موبايل وتقعد تشيله هنا تحطه هنا. في جلد وماتيريال جوه عشان تحافظ على الموبايل بتاعك. بص بكل بساطة دلوقتي هو حديدة عادية، مجرد ما تفردها كده برضه ما زال حديد عادية خالص، ما فيهاش أي حاجة. الفكرة بقى كلها معلم لما تفتح الرجلين اللي تحت دي، بعد كده تقوم ميلها لتحت، بس بقى ستاند الموبايل بتاعك بكل بساطة. وعلى فكرة ستاند بالطول وبالعرض، يعني انت مثلا عاوز تصور ستوريز انستجرام ممكن تحطه بالطول عادي، او تصور ستوري وتيك توك مثلا. والله حبيت بقى انت بتاكل كده ومش عارف ايه، حبيت تتفرج على فيديو، نفس الكلام ممكن تعمله لاندسكيب وتحط عليه وتتفرج عادي جدا. هما شركة، عارف انت في مثل بيقول لك ايه، خد الحكمة من، يعني المهم ان الحاجة بقى لها ناسها. هما دول كده، دول بتوع اكسسوارات كاميرات اصلا من زمان جدا، فلما يعمل لك حاجة زي كده اتأكد ان هي متينة. بص عارف انت لما تيجي تعملها كده تطلعش معاك يا اخي، انا مش عارف. ولسه بقى لسه ما جاي لك في السكة، قال لك والله انا مش هكتفي بكده برضو، انا حاسس ان 5 سم طول يطلع منهم حاجة كمان. قالك تمام، ده ستاند خلاص اهو، ودي القاعده بتاعته وكل حاجه، بس والله ممكن بكل بساطه اروح اعمل كده وقلبه كده ويتحول لسيلف ستيك صغيره. هي صغيره شويه يعني الصراحه، بس حاجه تمسك منها الموبايل لو انت بتصور انستجرام ستوريز، تطوله لك شويه تثبته عشان ما توجعش ايدك مش عارف ايه. كرياتيفيتي بقى الخير يا نجم. او صاحبك ده ما كانش بيحب يجي هناك، ما تفهمش ليه يا اخي، يعني هنا مبسوط قوي ونايم. مساء الخير يا شباب. تمام، خلصوا بقى المنتج كده وهيخرجوه من المصنع بقى. قال لك لا والله ايه، ضيف لنا في اي حاجه، اي حاجه على السريع، لسه في 5 مللي فاضيين. قال لك والله عندك اوبشن فوق لمدخل مايك، عشان لو انت عاوز تعلي من كواليتي الصوت عندك في انستجرام ستوريز او في بلوجات او مش عارف ايه. بص بكل بساطه لو معاك مايك حطه هنا كده، روح قافل عليه. وعلى فكره ده اصلا مدخل مايكات مشهور جدا، يعني ده اللي موجود في كل الكاميرات الدي اس ال ار، وده اللي موجود في معظم الترايبودات. لا حوار جامد قوي الصراحه، وشكله عاجبك، يعني هو شكله عاجبك، وهيبقى جامد اكتر بقى لو انت عملت لايك سبسكرايب وعليت الكواليتي عشان تتفرج على الحاجه وبمناسبه بقى الحاجات الكرييتيف والكواليتي العاليه، فانت لو عاوز تاخد الستيب بقى بتاعت ان انت تصور بالموبايل ومش عارف ايه لليفل اعلى شويه، هو السمول ريج كيج. دي حاجه اسمها كيج، والكيج ده عباره عن ايه؟ عباره عن اكسسوار بيخلي الكاميرا، هي الكاميرا ما فيهاش مداخل للحاجات، الكاميرا عباره عن بادي عادي. طب والله انا عاوز اركب لها حاجات بقى فوق، عاوز اركب لها بطاريه، عاوز اركب لها شاشه، عاوز اعمل مش عارف ايه، محتاج الكيج ده. بيبقى فيه خرام كتير كده وبيبقى معدن ويستحمل وتشيل عليه حاجات وبتاع. لا نفس الكلام هنا بقى،
قال لك الناس خلاص بدأت تاخد ليفل الموبايلات ده بجد وتصور بيها حاجات ومش عارف، حرام يعني. ومن اول ما طلعها من العلبة والله كواليتي بتاع الشيء ده متين بطريقة انا مش محتاج اتكلم، ده مستحيل ايه تكسره مثلا. وكل حاجة فيه هنا بالربط، مش مجرد ان انت تروح حاطط الموبايل وزنقه زي السيلف ستيك وكام دي بتربطه بيها عادي. بكل بساطة تحط الموبايل بتاعك وتربط عليه وتمسك من الجنب ده ومن الجنب ده. هو المفروض زي ما قلنا كيج بيستخدم في ان انت تضيف اكسسوارات للموبايل، ده هنا برضو بيزود لك فكرة ان انت تمسكه من هنا ومن هنا عشان يزود من ثبات الفوتج او المشاهد اللي بتطلع من الموبايل. والموضوع فارق جدا جدا على فكرة، يعني الموبايلات الوقت بقى فيها حسابات وكل حاجة، بس مش كده يا باشا، انت مش لامس الموبايل اصلا، مفيش 5% اهتزاز وصل للموبايل. انا والله يا اخي ما عجبنا حاجة اكتر من شكله، فكك بقى بلا مش عارف ده شكله كده بالموبايل، خلاص بقى انت داخل على الناس كده بس الخير انا صارف ومكلف. كل مكان في الكيج ده فيه مدخل عشان تركب اكسسوار للموبايل بتاعك، 3 مداخل يمين و3 مداخل شمال، هتعوم في المداخل وكمية الاكسسوارز. طبعا بقى تحتاج تجيب اكسسوارز، يعني هو ما بيجيش بالاكسسوارز للأسف بتاعته. ومن ورا بقى ففي لو انتوا واخدين بالكو برضو مداخل تانية وشكل كده غريب، وده عشان تركب اكسسوار مهم جدا بتقدر تشتريه برضو، وده بيبقى مكان عشان تركب فيه اكسسوار مثلا هارد مثلا تسجل عليه، عاوز تركب باور بانك مثلا الموبايل بتاعك هيفصل عاوز تركب باور بانك بتقعدش شايله تحطه في المكان ده، فاهم؟ في تحت برضو مداخل. لا وفي حاجه كمان بقى يعني اكتشفتها ما كنتش اعرفها بصراحه، انا كان عندي دراع كده جايبه عشان اثبت الكاميرا وانا شايلها، لقيته بركب هنا عادي، لقيته ركب هنا عادي. بص بقى شكل الموبايل بعمل مش عارف، يعني مفيش اي حاجه تانية تركب، يعني نشوف اي ستاند بقى، ستاند لللابتوب ويبقى خلاص كده انا ممكن اكمل حياتي بالبتاع ده. لو عاوز بقى تعلى بالموبايل لليفل اكتر من كده كمان، عاوز تصور بالموبايل بقى ايه فيلم مثلا، او بتفكر تعمل مثلا اعلان لشركه ما او اي حاجه، ودي بقى اللي سعرها غالي شويه، يعني دي لو انت فعلا واخد الموضوع بجد ما تنصحش بيها غير لو كده. هو اكيد يا سيدي الاوزمو دي جي اي، ليه كل حاجه خضره كده ماشيه مع التيشيرت والزرع اللي وراه؟ شفت بقى دي الحاجات دي ما كانتش تمشي جوه، دي تمشي هنا. الاوزمو دي جي اي دي مش اختراع جديد خالص، دي حاجه اذا ده خضره برضه. لا خلاص انا اسف، في حاجه اسمها جيمبل للكاميرات عشان لما تيجي تصور حاجه وانت بتتمشى او بتاخد شوت فوق او نازل او تحت او مش عارف ايه، بتحتاج ان الكاميرا تبقى ثابته لان ايدك برضه في الاول فاخر انت بني ادم فبتتهز عادي. وزي ما اتفقنا بقى خلاص الكاميرات نفس اللي تم فيها بيتم على الموبايلات في الوقت الحالي علشان الموبايلات تطورت كفايه ان الكاميرات هتكون حلوه، وده هو الجيمبل بتاع الموبايل. عشان بكل بساطه لو عملت كده اهو موبايلك بقى جاهز انت تاخد بيه شوتات من غير ما يتحرك، بص انت بتتحرك وبتطلع فوق وبتنزل تحت. تقدر كمان تحركه لفوق وانت ثابت في مكانك عادي، تخليه ياخد الشوت وينزل الجنب يمين جنب شمال. احترافيه بقى، احترافيه في التصوير. وعلى فكره وبكل بساطه برضو ممكن تقوم عامله على اللاندسكيب عادي جدا وانت واقف مكانك وعامل نفس الكلام. الموضوع ده بيساعدك ان انت تاخد الشوتات بتاعتك بثبات عالي جدا وانت بتصور بالموبايل. ولو عاوز تاخد شوت وانت راكب عربيه، عاوز تاخد شوت على حد راكب عجله، عاوز تاخد شوت وانت بتركب الوان ويل مثلا في اهتزازات قويه، هو ده السيناريوهات دي. عاوز تثبته على حاجه من تحت عشان في مدخل تحت بالمناسبه وترفعه فوق خالص وتاخد بيه الشوت، نفس الكلام. عندك موبايل ابلكيشن مخصوص للشيء ده بتتحكم فيه في كل حاجه وبيديك صلاحيات اكتر على الكاميرا بتاعتك، تقدر تتحكم في الزوم من خلال بتاع ده، انت تعمل زوم بالموبايل مجرد ضغط الزرار بيخليك تعمل تراكنج للشخص عن طريق الكاميرا اب ده، برضو مجرد تحدد كام ربع الشخص البتاع ده يقدر يتراكه. انت مش متخيل الموضوع ده وانت بتصور مثلا انستجرام ستوريز او بتصور تيك توك او بتصور فيديوهات على يوتيوب، الموضوع ده ممكن يكون مفيد قد ايه.
مش محتاج حاجة بقى خلاص، انت اي حد صاحبك مزعلك قول له فكك انا جبت الدي جي اي اسبوع خليه يتركني. بكل بساطة بمجرد ان انت خلصت تضغط كده خرج الموبايل بتاعك وتدمجه عشان برضه يبقى صغير ومش واخد مساحة وتحط في البتاع. والبتاع ده الصراحة فيه امكانيات اكتر من اللي انا قلتها دي بكتير، فادخل بص برضه على يوتيوب كده واعرف عنه. انا بس بفهمكم وبعرفكم ان في منتج بالشكل ده ولو انت محتاجه، عشان مش عاوز الفيديو يطول قوي انا قلت بس اعرفكم على المنتجات دي، عشان الصراحة مبسوط بيها قوي، مبسوط ان عالم الموبايلات بدأ يتاخد بجد بقى والشركات الكبيرة تقدر تستثمر فيه. وان شاء الله هحاول الفترة الجاية من القائمة دي ان انا اجيب حاجات برضو شبه كده، حاجات تستحق فعلا ان احنا نبص عليها. وخلاص بقى 2021 بقى وسيت اب جديد وهنليفل ليفل تاني. بس كده، دي كانت كل حاجة بالنسبة للفيديو النهاردة. قولي رأيكم في الفيديو وقولوا رأيكم في الكامباك، واستنوا بقى في فيديوهات جاية بقى في اماكن تانية. يلا اشوفكم بقى الفيديوهات الجاية. وايه ده اخضر ده لون التيشيرت.